تتوالى الأيام ولا يتوقف الاحتلال الصهيوني عن ارتكاب جرائمه بحق إخواننا في قطاع غزة، قتل وقصف وتهجير قسري وإبادة جماعية لأناس لم يقترفوا ذنبا إلا تشبثهم بأرضهم وديارهم ورفضهم التخلي عنها لعدو محتل غاشم جاء من الشتات ويريد أن يشتت أصحاب الأرض إنهم أصروا على المقاومة أو البقاء. وفي ظل هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية والحصار الخانق على قطاع غزة الذي حوله الكيان المحتل إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، كان الأزهر على موعد مع مواصلة دوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، قضية كل من في قلبه ذرة إنسانية. فإلى جانب ما صدر من الأزهر من بيانات حاسمة ومواقف مشرفة، كان الجانب الإغاثي والإنساني حاضراً وبقوة. فبعد قافلة إغاثية من 18 شاحنة وصلت إلى قطاع غزة بنهاية الشهر الماضي، ها هو بيت الزكاة والصدقات المصري يواصل الليل بالنهار ويصل مرة أخرى بعد أسبوعين إلى معبر رفح البري، حاملاً قافلة هي الأكبر تضم 40 شاحنة محملة بالطعام والشراب والدواء والكساء ومستلزمات الإيواء والأدوات الطبية والمعيشية اللازمة. هذه المساعدات الإنسانية تأتي ضمن حملة أغيث غزة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري منذ بدء العدوان على القطاع. فدعم إخواننا في فلسطين كما قال فضيلته واجب ديني وشرعي والتزام أخلاقي وإنساني، وهو امتداد لدعم جمهورية مصر العربية للشقيقة فلسطين، وإعمال لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا هو الأزهر الشريف دائما، وهكذا دوره وواجبه الديني والإنساني والأخلاقي تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لا يتأخر في الدعم ولا يتوانى عن المؤازرة ولا يتخلف أبدا عن الموعد، وهذا جانب من جوانب النصرة يقدمه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف شيخ الأزهر ليقف إلى جانب إخواننا الذين يدافعون عن مقدساتنا وجزء أصيل من أرضنا العربية الخالصة. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. كنت معكم من ميناء رفح البري، علي حامد، المركز الإعلامي للأزهر الشريف.